الحوثيون ضربوا صاروخ وصل إسرائيل وقطع مسافة 2040 كيلو مترا طبقا لتصريحاتهم، وإنه قطع هذه المسافة في 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وإنه تحدثوا عن صاروخ، البعض قال باليستي وهم قالوا صاروخ فرط صوتي. فرط صوتي. فإحنا بنتكلم على أنهي صاروخ، هل باليستي ولا فرط صوتي الأول؟ طيب، اولا اللي حصل النهارده دي كارثه لاسرائيل، مصيبه، كارثه لاسرائيل، مصيبه. ايوه طبعا طبعا. صاروخ هو فرط صوتي يوصل لتل ابيب، بينه وبين مطار تل ابيب الدولي بن جوريون 6 كيلو، ولا تتصدى له للقوات الحمايه الامريكيه في البحر الاحمر تفشل، ولا ثلاث مناطق دفاع جوي في اسرائيل، مقلاع داوود، القبه الحديديه، والسهم ارو، حيث ثلاث انظمه دفاع جوي بيعتبرون في العالم احسن ثلاث انظمه، يفشلوا انهم يوقفوا صاروخ يصل الى تل ابيب على مسافه 6 كيلو من مطار بن جوريون. حضرتك بتقول لي فشل كبير لاسرائيل دفاعاتها الجويه والامريكان؟ ايوه اهو وصل. ايوه يا فندم، 11 دقيقه الصاروخ ماشي وطلع. وعلى فكره الصاروخ ده لما بيطلع لفوق بيتبرمج، ولكن عنده ميزه ان هو يتفادى الدفاع الجوي. الله، ده فين الرادارات بتاعتكم يا اسرائيل؟ فين الرادارات بتاع الاسطول التحالف في البحر الاحمر؟ نعم. فين الاقمار الصناعيه؟ نعم. كل دول في شنك ووصلوا يضربوا تل ابيب بينه وبين المطار 6 كيلو. نعم. دي فضيحه، فضيحه للجيش الاسرائيلي. واعتقد ان نتنياهو النهارده مش هينام. هو طبعا المره اللي فاتت لما حصل وطلعت طياره مسيره وطرت، ثاني يوم بهدل الحديده، ونتوقع بكره الصبح انه هينتقم من الحديده، لكن بعد ايه؟ بعد ما اتضربت واتبهدلت بمصيبه. لا، حضرتك بتقول لي انه اللي حصل ده اخفاق وفشل كبير لاسرائيل. ايوه طبعا. نعم. طبعا صاروخ فرط صوتي يطلع من اليمن كل المسافه ويصل الى تل ابيب. نعم. في قلب العاصمه، في المنطقه الرئيسيه اللي فيها كل القوات والعناصر، هو بس وقع 6 كيلو قبل المطار. تخيل بقى لو كان ده وقع في المطار بن جوريون والحركه شغاله، كان هيحصل ايه؟ فالاول مره النهارده صفارات الانذار تضرب في تل ابيب والناس تجري في الشوارع، مهزله كبيره جدا، اعتقد هتبقى وصمه عار في تاريخ اسرائيل في الفتره القادمه. هل معناه كده انه سهل قوي يعني انكشاف الدفاعات الجويه الاسرائيليه، وبالتالي ليست القدرات اللي كانوا بيتكلموا عليها، انه سهل قوي اختراقها؟ مش سهل قوي، ما ده اللي حصل يا احمد. وبعدين بقى اسمح لي برضو نقول حاجه. نعم. طب ما احنا في 73 عملنا حائط الصواريخ. نعم. مفيش دبانه دخلت. نعم. من قناه السويس. نعم. لما حبوا يجوا يقولنا جم لفوا على فين؟ معركه المنصوره. وده الفرق برضو، لما تحصل حاجه لازم نقارنها بالتاريخ. نعم. شوف الجيش المصري والدفاع المصري، الدفاع الجوي عمل ايه في 73؟ انه حمى القوات اللي بتعبر القناه، ومفيش طياره جت من الشرق، كلها جت من خلال البحر المتوسط والمنصوره. لكن النهارده صاروخ يطلع 11 دقيقه ماشي في الجو، لا الاقمار الصناعيه ولا الرادارات لامريكا ولا فرنسا ولا انجلترا في البحر المتوسط، والثلاث انظمه اللي بيقولوا احسن انظمه دفاع جوي في العالم فشلت، تفشل. لا لا، اعتقد كارثه ونقطه سوداء في تاريخ اسرائيل النهارده. اشكرك شكرا جزيلا اللواء دكتور سمير فرج، كل التحيه لحضرتك.